في مقهى يطل على شارع الكولونيل عميروش في برج الكيفان بالجزائر لم يعد يستوقف أدنى اهتمام مشهد ذاك الرجل الستيني الذي يقتعد كرسيا في زاوية المقهى، يطلب شايا ويجلس يطالع صحفا بعضها يعود إلى أيام خلت، يجلس وحيدا لا يلقي إليه بالسلام أحد، والظاهر أنه هو نفسه اعتاد على ذلك فلا يسلم ولا يرد سلاما. يمضي في المقهى معظم وقته ممسكا بصحيفة منهمكا في قراءة كل صفحاتها. مع مرور الوقت لم يعد أحد يذكر له اسما، بل إن الذين يزعمون أنهم يعرفون قصته يبدون حرصا على عدم التفوه أمامه بما قد يعتبر نقدا للنظام أو لسياسة الحكومة، ولعلهم يتعمدون ذلك. وقد قيل إنه أذن للمخابرات تم زرعه في ذلك المقهى ينقل إلى الجهات التي يعمل لها تقارير عما يروج من حديث بغاية رصد الوجهة التي تأخذها اهتمامات الناس. في تلك الفترة التي سبقت بقليل ما يسمى العشرية السوداء في الجزائر، كانت تلك المزاعم تجد لها بعضا من سند في المناخ العام الموسوم بتوتر غير معهود منذ حرب التحرير. الأكثر تصديقا لما يقال عن الرجل الذين يعرفون ماضيه أو بعضا من ماضي ذاك الواجم أبدا، كذلك يبدو لمن ينظر جهته من باب المقهى. مع ذلك فإن من تسعفه اللحظة لينظر عن كثب إلى تقاسيم وجهه بعد أن تتجرد عيناه من نظاراته ذات الإطار الأسود سيكتشف تعبيرا يشبه ابتسامة متكلفة متصنعة لا تنتهي، وكأن الرجل يضع قناعا. الذين يعرفون ماضيه يقولون إنه ينحدر من درع بن خدة، وإنما جاء به إلى برج الكيفان تنقيل تأديبي اتخذته في حقه مديرية الشرطة. يقول ميمون بوحديدة الذي كان زميلا له في سلك الشرطة إن الرجل واسمه البشير الخداوي كان حارس أمن في العاصمة وتم تنقيله تأديبيا لأنه ضبط يتسلم رشوة من أحدهم دهس رجلا بسيارته وأراد أن يهرب. يضيف ميمون بوحديدة الذي يقترب به العمر من 70 عاما إمعانا في التفصيل أن الخداوي أوقف بعد أن تجمع المارة الذين طوقوه ومعه سائق السيارة التي دهست رجلا وسط العاصمة. توقع كثيرون وقتها أن يفصل البشير الخداوي من عمله، ولكنه توارى عن الأنظار وما لبث الذين كانوا يتعاملون معه أن نسوه ونسوا قصته، كانوا يتحدثون عن فضيحة. ينفي ميمون بوحديدة الذي يزعم أنه يعرف الكثير عن هذا الرجل أن يكون فيما مضى من أصدقائه أو ممن كانوا يتعاملون معه. يقول الذين سمعوه يتحدث عنه مرات عديدة إن بوحديدة ينطق بما لا يعلم، وما يفعل ذلك إلا حبا في اجتذاب اهتمام رواد المقهى، بل إن منهم من يشكك في أن يكون عمل في أسلاك الشرطة، ولذلك جاءهم ذات مرة ببطاقاته المهنية القديمة ليخرس وللأبد تلك الأفواه التي كانت لا تتردد في التشكيك في ماضيه. الذي تحاشى ميمون بوحديدة الخوض فيه من قريب أو بعيد أن البشير الخداوي ما أن وضع رجله في برج الكيفان حتى بدأ في رسم معالم مستقبله المهني، الإجراء التأديبي الذي اتخذ ضده والأسابيع التي أمضاها موقوفا عن العمل مما دفعه إلى التفكير بعمق في مسار مهني يجوب ما فات منه ويلغيه ويمحوه دون أن يترك منه أثرا. في مرحلة أولى أدخل مكتبا في أحد مراكز الشرطة حيث كلف بتلقي شكاوي المواطنين، وكذلك تمكن من الاطلاع على منازعات كثيرة بين عائلات بأكملها أو بين أفراد من سكان المنطقة التي تتبع لنفوذ المركز الذي يعمل فيه، بل إنه مع مرور الوقت صار ملما بأسرار حقيقية تحجبها تفاصيل المنازعات والصراعات الخفية والمعلنة. وكثيرا ما جاءه أحدهم بأخبار لم يطلبها ليتضح سريعا أنها مفاتيح لألغاز محيرة أو تكملة لملف ما. في عمله ذاك كان البشير يكسب من الأعداء الكثير، أما ما كان يدعيه له البعض من صداقات
فكان يعلم أنها ليست سوى نفاق ورياء. ما كان يهمه حقا أن يرضى عنه رؤساؤه وأن يرتقي الدرجات، وقد كان له ذلك. لم يتزوج البشير الخداوي، ومع أن الأمر ما ينبغي أن يعني أحدا سواه، فإن رواد ذاك المقهى المطل على شارع الكولونيل عميروش ذهبوا في تأويل ذلك مذاهب شتى. وعاد حارس الأمن المتقاعد ميمون بوحديدة ليزعم أن الخداوي لما كان في العاصمة كان مرتبطا بفتاة، وإنه خطبها من أهلها، وكان على وشك إقامة حفل الزفاف لما تم تنقيله إلى برج الكيفان. ما كان يثير الاستغراب أن أيا من هؤلاء الذين يدعون معرفة بالرجل لم يأتي يوما على ذكر عائلته. لعل ما يشد اهتمامهم إليه خشيتهم من أن يكون كما يروج له البعض أذن المخابرات في ذاك المقهى وعينها على شارع الكولونيل عميروش. يغادر البشير الخداوي المقهى كما يدخلها في مواعيد معلومة ومحددة كمواعيد ومواقيت الإدارات. حين يأتي يطلب من النادي لقهوته ولا يزيد على ذلك. يمضي إلى ذلك الركن الذي تعود على الجلوس فيه حاملا صحيفة أو مجلة وعصاه الأنيقة. هي أيامه تتوالى في رتابة ربما كانت مملة، ولكن الرجل الواجم أبدا لم يشكو مللا ولا أبدى ضجرا مما هو فيه، وذاك ما كان يزيد في حيرة الفضوليين من حوله. ذات يوم صيفي حار من يوليوز من العام 89 900 و1000، في مشهد غير مألوف، رؤي البشير برفقة رجل لم يسبق لأحد أن رآه في ذاك المقهى. كان يتبادلان الحديث همسا، حتى النادل وهو يضع على طاولتهما فنجان قهوة الخداوي والشاي الذي طلبه جليسه لم يتمكن من التقاط ولو كلمة واحدة تشفي بعضا من فضوله، بل إنهما أفهما أنهما لا يريدان أن يسمع أحد ما يدور بينهما، وأمسكا عن الكلام حين افتعل النادل عذر إتيانهما بكوبي ماء. بعد ذلك اليوم ولعدة أيام لم يأتي الخداوي رجل الأمن المتقاعد إلى المقهى. لم يسأل عنه أحد، ولولا ما يتملك ميمون بوحديدة ورفاقه من فضول لما انتبه أحد إلى غيابه. قال أحدهم إن مهمته في مقهى شارع الكولونيل عميروش انتهت، ومضى آخر إلى أنه قد يكون نقل إلى مقهى آخر أو مدينة أخرى. تتالت الأيام متشابهة، وصار أمر الخداوي إلى نسيان، وانهمك أفراد المجموعة في لعبة الأوراق يجرون منها كل مساء جولات ومباريات، وعادت أصوات المنتصرين منهم لتعلو مستنفرة النادل الذي يسرع نحوهم ليشارك الغالبين فرحتهم. مر الآن شهر أو ما يقرب من الشهر على المرة الأخيرة التي شوهد فيها البشير الخداوي في المقهى. وذات صباح جاء ميمون يحمل صحيفة محلية. ما أن أخذ مكانه عند الطاولة التي اعتاد الجلوس عندها حتى لحق به الهادي المتقاعد من بلدية برج الكيفان. كان رجلا قصير القامة في وجهه المستدير لحية ابيضت. يعلم أن بوحديدة لا يتصفح جريدة إلا حين يتناهى إليه أن بها خبرا مهما. صباح ذلك اليوم كان الخبر المثير للاهتمام خبر بحث عن متغيب. المتغيب المبحوث عنه اسمه البشير الخداوي. يقول الخبر إن الخداوي الموظف السابق بأسلاك الشرطة اختفى منذ شهر. ما لفت انتباه بوحديدة أن من أبلغ عن اختفائه امرأة، قال الخبر إنها زوجته. أسفل المربع الذي تضمن الخبر رقم هاتف. عاد موضوع البشير الخداوي ليشغل اهتمام مجموعة مقهى شارع الكولونيل عميروش. ذكر أحدهم ميمون بوحديدة بما قاله عن فشل محاولة زواج للخداوي بعد تنقيله من العاصمة إلى برج الكيفان. سمع أحدهم يقول له إنك مخبر فاشل، ويتبع كلامه بضحكة استرسلت وتحولت إلى نوبة سعال. لم يرد ميمون ولم يبد انزعاجا لما قاله ذاك الذي كاد يختنق. قال الهادي في المرة الأخيرة التي رأيناه لم يكن بمفرده، هل تذكرون جليسه يومئذ؟
مساء ذلك اليوم حين اكتملت المجموعة لم يكن من موضوع للنقاش غير خبر اختفاء الخداوي. كانت التعاليق كلها تستحضر تلك السنوات التي أمضاها في شرطة برج الكيفان، منتقلا من مكتب الشكايات إلى شرطة المرور وانتهاء بالشرطة القضائية، ثم انتهى الحديث إلى تلك التي زعمت أنها زوجته. قال الهادي إنه ليس أمام من يرغب في معرفة حقيقة الأمر إلا الاتصال بذلك الرقم الهاتفي المنشور أسفل الإعلان عن اختفاء البشير الخداوي. لحظتها لم يتطوع أحد من المجموعة للاتصال. في اليوم التالي جاء إلى المقهى من يسأل عن المرة الأخيرة التي شهد فيها. لم يختلف رد النادل ورد ميمون بوحديدة أو الهادي، كلهم أجمعوا على أنه شهد في المرة الأخيرة برفقة شخص غير معروف لم يسبق لأحد أن رآه. أضاف النادل أنهما كانا يتحدثان في موضوع هام وكانا حريصين على أن لا يسمعهما أحد. بعد ذلك لم يسأل أحد عن الخداوي، ومرة أخرى مال أمره إلى نسيان. خارج ذلك المقهى لا يهتم الناس بمآل رجل كثيرا ما اتهم بالشطط في استعمال السلطة. تركز التحقيق في اختفائه على الأوساط التي ظلت تحتفظ له بعداوة ما. ثم ذات صباح من أكتوبر من العام 89 اكتشف مكبل اليدين والرجلين في زنقة الأخ مدور. كان في حالة سيئة، لا يستطيع الكلام ولا الحركة. اكتشفه مارة صدفة، نقل إلى المستشفى بعد 4 أيام قضاها رهن العناية المركزة. تكلم بصوت لا يكاد يسمع، ذكر اسم التايب، بعدها لم يقل شيئا، ثم فارق الحياة بعد 3 ليال. لم يمشي أحد وراء نعشه، حمل من المستشفى إلى المقبرة حيث ووري ثرى. لاحقا اكتشف ميمون بوحديدة في صفحات جريدة محلية معلومات عن التحقيق في خطف البشير الخداوي. لم يكن تايب سوى ذاك الشخص الذي شوهد برفقته للمرة الأخيرة في مقهى شارع الكولونيل عميروش. تقول المعلومات إن الرجل المقيم في فرنسا والذي نشرت الصحيفة صورته كان قد منح توكيلا للخداوي لإتمام إجراءات إدارية تخص عقارات اشتراها في برج الكيفان وفي الحراش، ثم اكتشف أن الرجل خان الأمانة وباع أغلب تلك العقارات. قال للمحققين إنه لم يجد من سبيل لاسترجاع ممتلكاته إلا بخطف الخداوي. أضاف أنه لم يخل سبيله إلا بعد أن أخذ منه كل ما كان لديه من أموال، كانت مبالغ خرافية، كدسها في صناديق من حديد دفنها في منزل يطل على البحر.